الثاني موضوعه وضعية مؤسسات التكوين التابعة لوزارة السياحة. الكلمة لأحد السادة المستشارين من مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل لتقديم السؤال. شكرا سيدة الرئيسة، سيدة كاتبة الدولة. لجأت وزارتكم إلى القطاع الخاص من أجل تدبير مراكز التكوين التابعة لوزارة السياحة، لذا نسائلكم سيدة الكاتبة الدولة على وضعية هذه الحالية لهذه المؤسسات وعلى التبعات المترتبة على وضعية الشغيلة بهذه المؤسسات، وشكرا. شكرا سيدة المستشارة، الكلمة للسيدة كاتبة الدولة لإجابة على السؤال. السيدة السادة المستشارة المحترمين، تنشكر السيدة المستشارة المحترمة لطرح هذا السؤال. هي ما 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 كاينش هذا، اسمحوا لي إجابة إلى هذا السؤال. اسمحوا لي. إذن بداية لا بد من التأكيد على أنه لم يتم اتخاذ أي قرار يرمي إلى تفويت معاهد التكوين الفندقي والسياحي التابعة لقطاع السياحة. إذن هذا الشيء ما عندوش شيء صلب، ما كاينش. لقد تقدمت الوزارة في إطار برنامج شراكك الممول من طرف برنامج تحدي الألفية الأمريكي الـMCC بأربع عروض مراكز التكوين المهني تهم مراكز التكوين المهني الفندقي بورزازات، بالمحمدية، بسالة وبطنجة، تهدف إلى المساهمة في تحسين جودة التدريب وملائمته لاحتياجات القطاع الخاص من خلال تعزيز مرونة واستقلالية مؤسسات التدريب، تبدير مراكز التدريب في إطار الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، وأيضا إعادة تأهيل مراكز التدريب من نموذج إداري تقليدي يديره القطاع العام بمفرده إلى نموذج يساهم فيه القطاع الخاص. إذا هذا الشيء اللي كاين، ويتمحور دور القطاع الخاص سيتمحور دور القطاع الخاص في الحرص على ملائمة التكوين مع المحيط المهني، في المشاركة في تحديد احتياجات التكوين، في المشاركة في اختيار وتوجيه المرشحين، في المشاركة في إعداد وتنفيذ، حيث القطاع الخاص هو اللي كي يخدم هاد الناس. إذا مهم باش نشاركوه في هاد التكوين باش نرفعوا من الجودة في المؤسسات وفي عند القطاع الخاص. وتجدر الإشارة إلى أن وزارة السياحة تبقى هي المالكة لمعاهد التكوين الفندقي والسياحي من حيث العقار والمباني والمعدات وحقوق الملكية الفكرية والصناعية وغيرها، والتي ستحتفظ بوضعيتها القانونية كمصالح تابعة للدولة مسيرة بطريقة مستقلة، كما سيحتفظ الموظفون الحاليون لهذه المراكز بإطار الوظيفة العمومية المدبر من طرف قطاع السياحة، وشكرا. شكرا، الكلمة لأحد السادة المستشارين في إطار التعقيب. شكرا السيدة كاتبة الدولة على التوضيحات اللي أعطيتها. ما عرفناش السيدة كاتبة الدولة كتقولي لنا ما كاينش، ما اتخذ حتى شي قرار في الوقت اللي احنا عندنا لي كونفونسيون اللي توقعوا، ماشي مازال ما تخداش قرار، توقعوا لي كونفونسيون باش يكون هناك شراكة قطاع خاص عام باش تاخذوا بضع دولارات من حساب الألفية. وانتم الآن مقدمون وتسرعون الخطى على خصصة هذه المعاهد التي تعتبر مقوم من مقومات السياحة في المغرب، واللي خرجت واحد العدد ديال الأطر ديال السياحة، تسرعون الخطى باش تحولوها من مؤسسة مسيرة بطريقة مستقلة إلى أنه تعطيوها للقطاع الخاص باش يبدا يسيرها. كان الأحرى بكم على الأقل، إلا أنتم مقبلين على هذا الشيء، على الأقل فتحوا حوار مع المعنيين بالأمر، فتحوا حوار مع النقابات الأكثر تمثيلية في القطاع، تشاوروا معاهم، شوفوا أشنو هي، وممكن هما يعطيوكم أفكار أحسن من الأفكار اللي أنتم جايبينها. لكن السيدة الوزيرة أو السيدة كاتبة الدولة، حنا كنا بغينا السيد الوزير يكون حاضر، لأنه هذا المشكل الحوار ما كاينش غير مع هاد النقابة ديال المعاهد، كاين حتى مع، حنا طلبنا له حوار مع الشركة ديال سويسبور، طلبنا له حوار مع الويندايا، لحد الساعة ما كاينش. السيد الوزير ساد البيبان، والقطاع ما يمكنش يتسير بطريقة أحادية.
فلذلك حنا كنطلبوا منكم السيده كاتبه الدوله انكم قبل ما تقدموا على هاد الخطوات اللي قدمتوا عليها واللي الان راكم كتطبقوها وخا درتوا غير ربعه راكم غاديين لكل شيء. فلذلك احنا كننبهوكم وكنطلبوا منكم انكم تحافظوا على هاد المعاهد كمرافق ديال الدوله مسيره بطريقه مستقله. وشكرا. شكرا الكلمه للسيده كاتبه الدوله في اطار التعقيب. اذا بحال اللي قلت ما كاينش شي تفويت المعاهد التكوين الفندقي والسياحي للقطاع الخاص. لا شفتيو شي شراكة بحال تكلمت عليه، هاد الشراكة راه شراكة في إطار إعداد البرامج، في إطار توجيه المرشحين، هاد الشيء هو اللي كاين فيه في هاد الشراكة، وهاد الشيء مزيان للقطاع، حيت هاد التكوين خصو يكون مندمج مع احتياجات السوق، إذا هاد الشيء غير مزيان، ما كاينش شي تفويت ولا شي حاجة، وهاد الشيء اللي كتكلموا عليه ما كاينش.